السلام عليكم. في حركة اسماعيلوية 100% عن ما حدث من في لقاء أمس الإسماعيلي وأهلي بنغازي، سأتحدث معك ونتحدث كأسرة واحدة عن أداء وتفاصيل وإحصائيات لقاء الإسماعيلي وأهلي بنغازي الودي في المئوية، وعن الأخطاء الساذجة وعن الإيجابيات والسلبيات. ولكن قبل أي شيء بالزعل هنتكلم كورة، لأن ربنا كرمني إن كل الجمهور اللي معايا على القناة بيفهم كورة، بيعرف إزاي يحط خطة، إزاي بيعرف إزاي يسيستم اللعيبة ويعمل كنترول على اللعيبة. كل الجروب اللي معايا أو كل الناس اللي معايا على قناة الحريف تعرف إزاي تدير كرة القدم، تعرف إزاي تحط تشكيل، تعرف إزاي تجيب أجوان. وأنا متأكد من كده 100%، لأن الحمد لله من رسائلكم ومن تعليقاتكم بعرف إزاي، أو بعرف اللي قدامي بيفهم كورة أو ما عندوش فكرة عن الكورة. مش 99% من الموجودين عندي على القناة بيفهموا الكورة بنسبة 100%. قبل ما نقول صلى على الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم، وعشان ما اخدش في دوت، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحضراتكم طيبين بشهر رمضان المبارك، وكل سنة وأسرة الحريف طيبة، وكل سنة وحبايب وعاشقي دراويش الكرة المصرية بخير، و بإذن الله ستكون مئوية سعيدة على محبي وعاشقي الكرة البرازيلية. قبل ما نقول نصلي على رسوله عليه وصحبه وسلم، وننطلق في حلقة بها الإحصائيات والتفاصيل عما حدث في مباراة أمس. هجوم ملوش لازمة، لأن إحنا هنا من أجل الكيان مش من أجل الأشخاص. أنا مش مع إيهاب ولا مع اللعيبة ولا مع الإدارة ولا مع أي حد، أنا مع الكيان. عشان اقعد امبارح للساعة 11:30 عشان اشاهد مباراة الاسماعيلي، واقوم الساعة 1:30 ولا 2:15 وانا متضايق وحزين من نتيجة مباراة قدام فريق، معلش، احتراما للفرق الليبية واحتراما للمنظومة الليبية واحتراما لإدارة نادي اهلي بنغازي واحتراما للجمهور الليبي، الكرة الليبية دلوقتي في تقدم اكثر من رائع وفيها لعيبة جيدة جدا، وشكر خاص لكل مسؤولي اهلي بنغازي ولكل مسؤولي الكره الليبيه على الاحتفاليه الاكثر من رائعه التي لاقت بفريق اهلي بنغازي ولاقت بالدوله الليبيه ولاقت بمئويه الاسماعيلي. كانت مئويه اكثر من رائعه، وجمهور اكثر من رائع، واداره اكثر من رائعه، اداره الليبيه وسيستم كان كنترول اكثر من رائع من الاداره الليبيه ومسؤولي ليبيا. شكر خاص للليبيين ولجمهور الليبي. الفريق الليبي أدى مباراة، احنا كنا رايحين نتفسح، ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. دي أول حاجة وأول خطأ. الإسماعيلي ما جاش. إيهاب جلال برضه وطريقة الخطة المعتادة اللي مش عايزة تتغير، ما غيرهاش غير لما الإسماعيلي جه في جول او الجون الثاني لما نزل مروان حمدي. اسماعيلي بدا بطريقه 4-3-2-1. انت عايز تكسب ازاي بمهاجم ما جاش، وتمسكك بايريك تراوري احنا مش لاقيين له حلول. احنا انا عايز اقول لك ان تراوري جاب للجماهير جلطه. اقتناعك بلاعب بقاله 5 أو 6 لقاءات بيلعب وما بيديش جاب للناس جلطة، وجاب للناس ذبحة صدرية، وجاب للناس الكرة اللي في الدقيقة 13 اللي اتعرضت مع عبد الرحمن مجدي لإيريك تراوري. أبين لك بس إن هو مش ده المكان بتاعه، أو ده مش ده اللعيب اللي يرتدي تيشيرت الإسماعيلي أو يلعب في الإسماعيلي. اي راس حربة في الدنيا، اي راس، لو بس مورسي كان عملها كده، بس مورسي اللي انت مستبعده، لو حازم مورسي اللي انت مشيته فري كان عملها كده، لو حسن صابر اللي هو المفروض يلعب من اول ماتش بديل على تراوري كان عملها كده، لو واحد من الجمهور اللي عندي على القناة كان عملها كده. ايه رايك بقى؟ الكرة دي متنفعش تقع او مفيش سنة، الكرة دي جاية كده تتعمل كده. بس هنجامل ليه يعني؟
انا مش طالع اهاجم، انا طالع اتكلم كوره، انا طالع اتكلم كوره، لان احنا هنا بنلين الكوره بس، احنا هنا نعشق كره القدم من اجل كيان درويش مصر ودرويش العرب، مش من اجل اشخاص. مثلا عشان اجامل شخص يبقى انا بكذب على نفسي. انا اولا واخيرا مع الكيان، ضد اي حد ضد الكيان، او ضد اي حد يسيء بالكيان، او ضد حد ياثر في الكيان. لما الاسماعيلي بيتبسط كلنا بنفرح، كلنا بنبقى مبسوطين وبنطلع نتكلم واحنا مبسوطين، وبنشناشد وبنأزر وبنقول نساند ونعمل ونشجع ده اللي احنا بنقوله. ولكن ما ينفعش ان الاسماعيلي يبقى في تراجع، تراجع ومطوشه وديه ومطوشه في الدوري ومطوشه دوليه ومطوشه. ما ينفعش، انت في عامه قويه، انت بتحتفل مع جماهيرك، انت بتحتفل ب 100 سنه اسماعيلي، بتحتفل بناس ارتدت التيشيرت دي، عملت تاريخ للاسماعيلي وعملت دراويش وعملت منتخب مصر. ارجع ارجع بالتاريخ، والتاريخ يقول لك مين الاسماعيلي اللي ارتدوا تيشيرت الاسماعيلي. دول عمالقه، ناس كان ليها اسماء اساميها برزت بحروف من ذهب في قلعه كيان درويش مصر ودرويش العرب. ارجع وشوف، شوف مين كان بيرتدي التيشيرتات دي. مش مديله رقم 30 اريك تراوري، ما يستاهلش يلبس. اريك تراوري امبارح ما كانش عارف يلعب فين في الشوط الثاني، كان كارثه. شويه تلاقيه في الهجوم، وشويه تلاقيه شباك شمال، وشويه تلاقيه بيلعب في خط النص، وتلاقيه شويه بيلعب راس حربه، وشويه ما كانش عارف يلعب في ايه. ايهاب جلال مفروض عليه اريك تراوري. احمد الشيخ اللي احنا اشتريناه ودفعنا فيه 3 مليون وما لعبش. انا اول مره في حياتي اشوف لعيب بيجي مصاب، أنا اول مره اشوف حياتي نادي بيمضي لعيب مصاب. اللي بيجرى كتير. الاسماعيلي بعيدا عن المباراه وديه، وبعيدا عن لقاء اهلي بني غازي خالص، احتراما لاهلي بني غازي واحتراما لاداره اهلي بني غازي، احنا ما جيناش، احنا كنا طالعين نتفسح، اخدنا العزبه باكملها، مسؤولي واداره وجهاز واعضاء، بيتهيألي عامل النظافه كان طالع معاهم في الرحله. احنا كنا رايحين نتفسح، طياره خاصه، قامة فري، مواصلات فري، مباراة فري، احتفالية، ففري في فري بقى، طلع بقى اللي عندك كله. ده اللي حصل. هاني حتحوت، رضا شحاتة، كل الناس دي كانت متواجدة، محمد صبحي، أحمد الجمل، الناس دي كلها كانت حاضرة في ليبيا. احنا ما بنتكلمش، انا ما بتكلمش ولا بهاجم ولا، بس انا بتكلم كورة. احنا قصرنا، احنا ما لعبناش، احنا ما جيناش. طريقه تغيير وطريقه لعب، ايهاب جلال طول الماتش حاطط ايده في جيبه، من اول ما جه الاسماعيلي وهو حاطط ايده في جيبه، اشتغل، زعق للعيبه. يعني احنا، انا مش مع حمزه الجمل ولا مع ايهاب جلال، بس حمزه الجمل برقبه ايهاب جلال صراحه. حمزه الجمل كان بيقف يغلي على الخط، يغلي على الخط. ارجع لمباراه الداخليه السنه اللي فاتت، المباراه اللي هي كانت لا تطلعك لا تنزلك، بص حمزه الجمل كان واقف ازاي على الخط، كان بياكل في نفسه. عايزين مدير فني قلبه على الفريق، لما يخسر يحس ازاي بيحس الجمهور اللي احنا بنحسه بره يحس بينا. احنا ما بعيدا عن مباراه وديه الاسماعيلي، بعد كام يوم او بعد اسبوع هيلعب مع سموحه. معلش احتراما لفريق اهلي بني غازي، الفرق اللي احنا هنلعبها في الدوري المصري اتقل من اهلي بني غازي. ده هما الكورتين اللي اتعملوا من اهلي بنغازي وهم الجونين. بعيدا عن الجدل التحكيمي، بعيدا عن ضد الجول الاولاني للتسلل، ماشي، النقاص فين؟ النقاص ما جاش. اريك تراوري مش ملوش اي لازمه في الفريق صراحه، احنا بنلعب 10 من اول ما جه، من اول ما نزل، مش الماتش ده الماتش اللي فات كلها بنلعب 10 اخر. احمد عادل عبد المنعم كان المفروض يطلع الكره دي يضرب بالبوكس صراحه، تمام. الكره اللي اتشاطت محمد دسوقي، الجون الثاني، محمد دسوقي سايب اللعيب يروح، يعني مفيش ضغط، مفيش ضغط على الخصم. في اخطاء يا باشا، في اخطاء كارثيه. احنا بنقول كل ماتش هنعدل، لا، كل ماتش من اسوأ لاسوأ. حسن عبد ربه طلع في كان في استوديو التحليل، كان كلامه كله منطقي وصح، مش هنكذب، مش هنكذب. انت عارف انت لو مسكت حسن عبد ربه،
ومسكت حسني عبد ربه مدير فني هينجح. حسني عبد ربه لو مسك مدير فني ينجح. ليه؟ فاهم كورة. هي الكورة ايه غير فيها؟ هي مش تدريس بس. انا ارجع للحلقات بتاع حسام حسن بدأ في المنتخب، قلت لك النفسيه، العامل النفسي مع اللعيبه، وبعدين صفوا النفوس. انت مستبعد اربع لعيبه بره، واحد منهم ماشي انا معاك محمد هاشم عشان مضى للمصري، انا معاك في ده مش مشكله محمد هاشم، لكن باسم مرسي احسن من تراوي، كريم عرفات احسن من نقاز، احمد محسن اديله فرصه احسن من ناس كتير، يعني اللي بره احسن من ناس كتير جوه. انا عندك حسن صابر برقبه بايريك تراوري، رجل من رجله بتراوري، مش هنضحك على بعض. ده بالنسبه لمباراه اهلي بنغازي. انا اتكلمت كوره، احنا طبعا عندنا ماتش سموحه وعندنا ماتش في الكاس، لو فضلنا كده هنبقى اسوأ الاسوأ، لان احنا ما جيناش، احنا متظاهرين، احنا ما لعبناش. اسماعيلي سيء، اسماعيلي ما عندوش، اسماعيلي ايهاب جلال مش عايز يعمل طفره في الاسماعيلي، مش عايز يعمل تعديل، مش عايز يغير من طريقه اللعب. ابتدي 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 4 4 3 3، اضغط على الخصم، امسك نص الملعب 4 4 2، وحط اثنين فراوده. انت رفضت شلونج ورفضت امريك موسو وفضلت عليهم ايريك تراوري. ايريك تراوري مين ده يا عم؟ شفت تراوري بتاع اهلي بنغازي عامل ازاي؟ لعيب بيعمل كل حاجه. ده الفرق بين تراوري وتراوري. ده بالنسبه اسماعيلي لعب 15 لقاء في الدوري مع ايهاب جلال، ده بقى اللي احنا جايين له. 15 لقاء في الدوري مع ايهاب جلال. فاز في 3 وتعادل في 5 وهزيمه في 7 لقاءات. طبعا بعد ما هو ايهاب جلال اللي عامل فتره اللي عشان الناس هتطلع تهاجمني وتقول لي ده ايهاب عالمي، ايهاب فين يا باشا؟ ايهاب عالمي فين؟ فين فين العالمي؟ ما احنا عايزين فين العالمي؟ كده الاسماعيلي اشترى الترماي اللي هو مين؟ احمد الشيخ المصاب وايريك تراوري اللي ما جاش. لعيب واخد اكتر من 3 مليون جنيه اقسم بالله ما يسوى بنظري 10 جنيه. وفي الناس اللي معايا، انا عارف ان الناس اللي معايا فاهم الكوره واللي عارفه اللي انا بقوله مظبوط 100%. لعيب ابيض عندوش فكر، وعشان يبقى عنده فكر قدامه كتير قوي نكون احنا رحنا في حته تانية، وده اللي احنا مش هنسكت عليه ولا هننتظره عشان نبقى واضحين مع بعض. اداره الاسماعيلي تشوف حلول سريعه. كابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان، عشان طلعوا امبارح كابتن عماد سليمان بعد الماتش وقال لك احنا قدمنا مباراه جيده. جيده ايه يا عم؟ امال لو ما كانتش جيده كنت شلت كام؟ الله عز وجل جمهور الاسماعيلي يعني ما فيش حلول، حلول ان احنا نفضل ورا الناس، يعني مش هنقدر نغير تمنا. انا عارف ان كل مش اسماعيلي بس، جمهور الاسماعيلي اللي زعلان على الاسماعيلي، والله احنا معانا حبايبنا واصدقائنا من جمهور الزمالك زعلانين على الاهلي الاسماعيلي، معانا مشتركين في القناه وبيتابعوا اخبار الدراويش، وبيتابعوا برضه بطلع بقول لهم اخبار الزمالك، مشكورين وزعلانين على اداء الاسماعيلي، وايضا اخواتكم وحبايبكم اهلاويه زعلانين على، والله مكلمني اهلاويه زعلانين بيقول لي اسماعيلي احنا زعلانين على الاسماعيلي. ف عندي كتير مشتركين على القناه من اكتر من نادي اسمه مصري، ومن الاتحاد ومن الزمالك ومن الاهلي، زعلانين على اداء الاسماعيلي، بيطلعوا يعرفوا اخبار الاسماعيلي عشان زعلانين على اداء الاسماعيلي، عايزين يشوفوا الاسماعيلي، عايزين يشوفوا الكره الاسماعيلويه في طفره، عايزين نشوف الاسماعيلي بتاع زمان، اسماعيلي 90، عايزين نشوف الاسماعيلي حسني عبد رب ومحمد حمص، عايزين نشوف الاسماعيلي حازم ومحمد صلاح ابو جريشه ومحمد محسن محمد محسن متبري منك يا تراوري بسبب رقم 30. عايزين نشوف الاسماعيلي الافضل باذن المولى عز وجل. اتمنى اللي وصل معايا لاخر حلقه ما يبقاش موت وخراب دي، ما ينساش يدعم اخوه حبيبه الحريم
الاشتراك واللايك والسبسكرايب اللي وصل معايا لاخر الحلقه، معلش لان الله عز وجل وربنا معانا وربنا يسترها على الدرويش الفتره الجايه. ما اقدرش اقول لك صديقي يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.